تمرين ثالث حول الدوال. اذا نعتبر الداله الخطيه اف بحيث اف زوج كتساوي 4، الف بين ان اف اكس كتساوي 2 اكس. مزيان كل حل. دونك الف نبين ان كذا وكذا. دونك اف داله خطيه. اش كتعني داله خطيه؟ يعني اف اكس تساوي ا اكس. دون معنى ديال هاك هو شنو عندنا؟ عندنا اف زوج كتساوي 4. اش كتعني هادي؟ الى عوضنا اف زوج ب 4 شنو هي اف زوج؟ وشنو هي عفوا الى كان اف زوج هي اب زوج و اف زوج هي 4 ياك؟ يعني ا هي 4 على 2 هي زوج. اذا اف اكس كتساوي ا اكس يعني 2 اكس. صحيح. معامل موجه هو زوج. إذن حدد العدد إكس الذي صورته ب إف هو ناقص 8. دونك صورة من بقى نحدد صورة إكس ب دالة إف هي ناقص 8. إش كتعني هذا؟ إش كتعني هذا؟ كتعني إف إكس هو ناقص 8. إف إكس إف إكس شنو هي إف إكس؟ إف إكس هي جوج إكس. يعني جوج إكس تساوي ناقص 8. يعني اكس هي ناقص 8 على 2 يعني هي ناقص 4. اذا العدد الذي صورته بالداله اف هي ناقص 8 هو ناقص 4. ولا بغينا نوضحو اي اف نتاع ناقص 4 تساوي ناقص 8. السؤال الثاني لتكون جي دالة تآلف هي المعرفة بما يلي. عطانا جي وحسب جي صفر وجي دونك أين حساب جي صفر إلى ذلك. دونك نحسبوها ديريكت. جي صفر كتساوي 3 في صفر ناقص 1. عندنا جي إكس هي 3 إكس ناقص 1. جي صفر هي 3 صفر ناقص 1. إذا 3 في صفر ناقص 1 تساوي 3 في صفر صفر. دائما الأسبقية للضرب عاد كندير الطرح 3 في صفر صفر ناقص 1 هي ناقص 1. والجي نتاع 1 على 3 شنو هي؟ جي إكس هي 3 إكس. دونك جي نتاع 1 على 3 هي 3 في 1 على 3 ناقص 1. شنو تساوي؟ تمشي 3 مع 3 دائما الأسبق ديال الضرب 3 تمشي مع 3 تبقى 1 صفر. صحيح. دونك جاوبنا على السؤال 2. سؤال 3 أنشئ دي و دي فتحة تمثيلين مبيانيين لي إف و جي على التوالي. ألور دي هيا باش نوضحو مزيان لدينا دي هو التمثيل ديال اف. شنو كنعرفو؟ اف خطيه يعني دي يمر من هيا يعني بغينا نوضحو دي يمر من او هالاول هالمعلومه الاولى ياك. و اف جوج تساوي 4 يعني دي يمر من النقطة اللي الأفصل تاعها زوج والأرتو ب 4. ها راني لقيت جوج نقطات باش نرسم الدي. مزيان نمشيو عند دي فتحة و جي نتاع صفر لقيناها ناقص 1 يعني واش نقول؟ يعني دي فتحة يمر من صفر ناقص 1 و جي نتاع 1 على 3 لقيناها صفر يعني دي فتحة يمر من 1 على 3 صفر. صافي. ونرسم دابا بكل بساطة. إذا ندير واحد المعلم خفيف تعال ترسم بالمسطرة أو إي جي نرسمو دي باللون الأخضر. دونك دي يمر من أو يعني كيف قلت منا ويمر من زوج 4. صورة الزوج هي 1 زوج 3 4. إذا تي غيفوت منا و منا. المهم تعال عندك مسطرة رسمو بمسطرة. سمحولي أنا على هاد الشي هذا لأن معنديش مسطرة هنا.
دونك هذا هو المستقيم صحيح. رسمنا باللون الاخضر نصمو دير تحت نصمو باللون الاسود ماشي مشكل. اذا دير تحت يمر من 0 ناقص 1 اذا 0 ناقص 1 يفوت منا هي 0 ناقص 1 1 على 3 0 1 على 3 0 يعني منها دونك يكون بحال هكا. ونقدروا نديروا شي نقطه اخرى كاع مثلا نديروا الجيلي 1 شنو هي الجيلي 1 3 في 1 3 ناقص 1 هي 2 باش تجي واضحه وصحيح يعني كيفوت من 1 2 ياك. هنا الى درنا الجيلي 1 هي 3 في 1 3 ناقص 1 هي 2 هي هذيك. اذا صورة واحد هي 2 كيفوت من ومن هنا المرسوم بالمسطح هذا هو الدفتح هذا لك المستقيم صحيح. اذا سالينا التمرين الثالث تلقوا التمرين الرابع ولا الفوق. لا تبخل علينا بالضغط على زر الاعجاب ثم تسجيل في القناه لتتوصل بالجديد من هنا ثم ارسال الفيديو الى اصدقائك عن طريق ازرار الموقع الاجتماعي الموجوده هنا. الى اللقاء.